مداهمات واعتقالات بالجملة شنت مصالح أمن ولاية الجزائر في إطار مكافحة الحظائر غير المرخصة التي باتت تعكر صفو يوميات المواطنين وتشكل خطرا على حياتهم، خاصة مع بداية موسم الاصطياف. هبلونا هذا صاحب لي باركينغ سوفاج، هذا سمعت يكونوا مون جو اورغانيزي ولا سمعتني سي دي باركينغ سوفاج وي شغل دراع يدير لك دراهم دراع. هذه الحملات مليحه بالبزاف ورايحه، نظن هذا الا ما تنحيش كومبليتوم هذا المواقف هذه سوفاج رايحه تنقص. يقول لنا نخافوا على لي فواتور تاعنا، مام تحت المنزل تاعك تقاري تقاري يخلص عليك، فهمتني؟ على الحل دوقا الامن الوطني لازم يدير حملات كيما اللي رانا نشوفوا فيهم اليوم ضد هاد لي فو باركينغور وينظموا هاد الاخر لي باركينغ. عناصر الامن الوطني ومع بدايه هذه الصائفه كثفت من حملات التوقيف الفجائيه ضد مستغلي الشوارع والفضاءات العامه والشواطئ كمواقف للسيارات وفرض اتاوات على اصحابها بدون وجه حق. من خلال جميع التدخلات اللي قمنا بها اليوم، وان كانت عن اكثر من 12 فرد يعني اللي حولنا الى مختلف الامن الحواضر على يعني على اقليم امنيه الجزائر، يعني وين لقينا يعني ممارسه نشاط يعني يدير ارباح بدون وجه حق. العقوبه يعني تكون يعني من 6 أشهر الى عامين يعني كفتره يعني حبس، اضافه الى غرامه ماليه مقدره من 25,000 الى 200,000 دينار جزائري. هذا فيما يخص يعني الاجراءات اللي تقوم بها يعني المصالح الامنيه في الميدان، موازاه يعني مع الاجراءات اللي تقوم بها يعني كذلك الجهات القضائيه، لانه اغلب التدخلات يعني سجل المصالح الامنيه ما نلقاوش يعني الا يعني ممتهن يعني لهذه المهنه، ولكن نلقاوه هو كذلك يعني ينضم الى فئه معينه تتاجر بالمخدرات. وامام المتاعب التي تثيرها الحظائر العشوائيه للسيارات، تبقى المواقف المرخصه والمنظمه قانونيا الاكثر امانا واطمئنانا بالنسبه للمواطن. جيلي بريفير يكون باركينغ هكذا قانونيا خير من يكون ماشي قانونيا. كاين حتى كاروسي لهنا نحس روحي الاز، نخلص كما يقولوا التذكره تاعي ونكون مهني. ما يجيش واحد يهضر معايا هضره زايده ولا نكون اون فامي ولا حاجه باركزوم نولي معاه في حاجه ماشي مليحه. حنا بكري قبل ما يجوا تاع الدوله كنا اونوار، ومن بعدك جاوا الدوله جاوا اوتوريزاونا هنايا، داروا لنا سيتان جروب هاكي معايا سيتان جروب، نخلصوا دوكا نخدموا في شركه وطنيه. انا نخلصوا من عند الدوله دوكا، عندنا لاباي تاعنا، عندنا كارت شيفا، عندنا لاسيرونس، عندنا كاع الوثائق تاعنا. مصالح الامن الوطني بمختلف تشكيلاتها تواصل حملاتها لمحاربه ظاهره المواقف العشوائيه للسيارات، في حين يبقى للمواطن دور هام في هذه المعادله من خلال التبليغ عن هذه الممارسات الغير قانونيه.